موسم أكثر من رائع لمحمد صلاح ابن قرية نجريج بمحافظة الغربية المصرية، والذي غزا انجلترا بأهدافه التي لا تقل في روعتها عن أهداف عظماء اللعبة. أرقام صلاح تتحدث عن إمكانياته، 32 هدفا في موسم 2017-2018 مع ليفربول، توجته هدافا لأقوى دوريات العالم، يتفوق ليس فقط على هاري كين وسيرخيو أغويرو أقرب مطارديه على لقب الهداف، بل على من سبقوه في هذه المسابقة من لاعبين مميزين كألان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، إذ كان الهدف 31 هو الأقصى لكل واحد منهم مع ناديه في أحد المواسم. هو أول لاعب مصري وعربي يحصل على لقب هداف أحد الدوريات الكبرى، لينال العديد من الجوائز في أول مواسمه مع الريد، ويواصل كتابة تاريخه المميز بأحرف من ذهب، ولعل أبرز ما حصل عليه. في يناير 2018 حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، كما نال الفرعون المصري جائزة أفضل لاعب في أحد أشهر البريمير ليج المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات خلال الموسم. في أبريل الماضي نال صلاح جائزة أفضل لاعب والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية. مطلع هذا الشهر حصد أيضاً جائزة رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا، وكان من الطبيعي بعد كل ما سبق أن يكون الأفضل خلال الموسم وفقاً لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. هدف صلاح في مباراة برايتون رفع رصيده من الهدف مع الريدز في جميع المسابقات إلى 44 هدفاً، ليرفع من سقف آمال عشاق ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد في كييف في 26 من الشهر الجاري.